أننا في هذه الندوة ولا في هذا البرنامج اللي كتشتغل عليه جمعية حقوق وعدالة في إطار عنوان عريض كبير التمكين الاقتصادي للنساء، لا نتحدث فقط عن تعديل مقتضيات مادة واحدة أو واحدة من مدونات الأسرة، ولكن نتحدث عن تعديل مقتضيات مدونات الأسرة عموما، وخصوصا المقتضيات المتعلقة بتدبير أموال مشتركة بين الزوجين في حالة انفصال العلاقة الزوجية. وبالتالي للأسف أن تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين بعد انفصام العلاقة الزوجية كتحدث عليه للأسف مقتضيات مادة واحدة فريدة اللي هي مقتضيات المادة 49، فبالتالي كان ولا بد على أننا نتحدث على تعديل مقتضيات مدونة الأسرة عموما وتعديل مقتضيات مادة 49 خصوصا، على اعتبار أن هي المادة الوحيدة اللي كتحدث على تدبير الأموال المشتركة، ولكن الغاية ليست هي تعديل مقتضيات مادة واحدة، ولكن هي إيجاد إطار قانوني أكثر إنصافا وأكثر عدلا لفائدة الزوجات في حالة انفصام العلاقة الزوجية في باب تدبير الأموال المشتركة أو تنمية ممتلكات الأسرة خلال العلاقة الزوجية. أنا أعتقد أن الأمر يتعلق ثقافة الإنفاق وليست ثقافة الشراكة كما سبق وتم التقديم خلال هذه الندوة، وبالتالي الأمر لا يتعلق في ثقافتنا على مدى سنوات أو عقود أو قرون، في ثقافتنا ما كينبنيش على أساس أن نرى هناك شراكة في العلاقة الزوجية، يعني في حالة الزواج دائما نتحدث عن أنه من ينفق، وبالتالي الذي ينفق هو في الغالب هو الزوج الرجل، هو الذي يعتقد على أنه هو المؤثر في تنمية أموال الأسرة خلال العلاقة الزوجية، ولكن بعد انفصام العلاقة الزوجية بان بأنه كان هناك خلل ما فيما يتعلق بتدبير هذه الأموال المشتركة، سواء فيما يتعلق بالزوجات اللي كيكون عندهم عمل مأجور خلال العلاقة الزوجية، أو فيما يتعلق بالزوجات ربات البيوت اللي منهم أمهاتنا اللي وإن كانوا لا يشتغلن في باب سوق الشغل بالمعنى الاقتصادي اللي كيدير إضرار ديال الربح، ولكنهم عندهم كيف ما كان الحال واحد العمل اللي للأسف لا زال في المجتمعات العربية ومن ضمنها المجتمع المغربي يعتبر عملا غير مأجور. وبالتالي بعد سنوات من العلاقة الزوجية في حالة إذا قدر الله الفراق، فالفراق للأسف يكون على حساب الزوجة على اعتبار أنه يعتقد على أنها لم تكن تساهم في تنمية هذه الأموال، والحال أننا نعتقد نحن في جمعية حقوق وعدالة أن العدل قواعد العدل والإنصاف تقتضي على أن يتم اعتبار واحتساب هذا العمل غير المأجور كذلك ديال ربات البيوت في خلال سريان العلاقة الزوجية. إحنا الغاية هي إيجاد إطار قانوني سليم ومنصف وعادل في باب تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين خلال العلاقة الزوجية وبعد في حالة انفصامها، وبالتالي كيفية إيجاد هذه الآليات التي يمكن من خلالها إنصاف المرأة في حالة انفصام العلاقة الزوجية بحيث يتم اعتبار مساهمتها المادية أو وغير المادية في تنمية الأسرة. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمر لن يتوقف فقط في إطار تعديل مقتضيات مادة واحدة اللي هي المادة 49، ولكن يتعلق بإيجاد مقتضيات قانونية أكثر إنصافا في مسألة كيف يتم تدبير هذه الأموال المشتركة، ما هي الأموال المشتركة، تحديد مفاهيم الأموال المشتركة أو الممتلكات الأسرة خلال انعقاد العلاقة الزوجية. وبالتالي أنا أعتقد أن التعديل ينبغي أن يتم بإحداث إطار قانوني أكثر سلامة وإنصافا لفائدة المرأة الزوجة. وهذه المسألة ما هيش وليدة اليوم، وهذه الأزمات والآفات الاجتماعية هي راه وليدة تجارب ديال عدد من الجمعيات اللي قبل من جمعيات حقوق وعدالة، ولكن أنا كنأكد على أن جميع الإحصائيات تؤكد للأسف على أن التدبير السليم والأفضل لا ينبغي أن يرتبط بعقد مبرم خلال أو إبرام عقد الزواج في إطار عقد مستقل كما تشير إلى ذلك مقتضيات المادة 49، ولكن كيف يمكن الحديث عن إمكانية إدماج تدبير عن طريق الاتفاق مع إمكانية فتح
وسائل إثبات في إطار مثلا كنتكلم على مبدأ ديال الكد والسعاية الذي هو مبدأ فقهي قديم، ولكن ينبغي أن يسايره الاجتهاد القضائي، وبعد الاجتهاد وقد سايره فعلا الاجتهاد القضائي، ولكن ينبغي أن يسايره المشرع في تسهيل باب إثبات المساهمة في تنمية الأموال المشتركة بين الزوجين، واعتماد العمل غير المأجور اللي كنت تحدثت عليه، اللي هو العمل اللي كتقوم به ربات البيوت في تربية ورعاية الأطفال خلال سريال العلاقة الزوجية. وإلا فأنا أعتقد على أنه بعد سنوات في بعض الأحيان أكثر من 20 سنة 30 سنة في تقضيها الزوجة الأم في رعاية الأبناء وفي تدبير الأسرة ورعاية الأسرة، وفي النهاية فقط لأنها لم تثبت على أنها كانت تقوم بعمل يدر دخلا أو أموالا، فتحرم من تدبير أفضل وعادل لهذه الأموال المشتركة. فأنا أعتقد أن في هذا المقتضى صحيح أنه عدد من الجمعيات تعتبر على أنه ربح في مدونة أسرة، ولكن أنا أعتقد أنه يكرس تلك الفصول أو المواد التمييزية ضد المرأة.